احنا اليوم تم الافتتاح بمشيئة الله مدرسة جمعية قدماء لاعب شباب المنقرير اللي افتتحنا اليوم، وان شاء الله هذه ماشي هي الافتتاح الرسمي وانما هو افتتاح المدرسة باش نعرفوا الاولياء ونعرفوا الوليدات ويعرفوا بانه احنا راه في اطار واحد ان شاء الله في التأسيس واحد النواة اللي ديال كرة القدم الأسس ديالها الصحيحة بمؤطرين جيدين، مؤطرين حاصلين على دبلومات معترف بها، وحنا كنحاولوا ما امكن انه نعطيو ما بوسعنا العلم اللي عطانا الله غادي نعطوه لهاد الوليدات، وهاد الوليدات راهم في ايادي امينه، وحنا كن من هذا المنبر تنقولوا للمسؤولين ولا الاخوان اللي كيحبوا كره القدم في هذه البلاد العزيزه، حنا مع كره القدم بوجهها الصحيح، وحنا هذا هو اللي غادي نعملوا عليه ان شاء الله باش نوصلوه، اللي باش نخلقوا واحد الجيل كما كان الجيل السابق اللي عطى الكثير، اللي عطينا فيه حنا كلاعبين قدماء وكمؤطرين حاليين، لان حنا بقينا غاديين في هذا المسار وحصلنا على دبلومات عليا، وحنا غادي ان شاء الله مازال حنا غادي ان شاء الله في التكوين، حنا في اطار التكوين، وكنتمنى انه هذه البادره تكون تعرف بان واحد المساعده من طرف المسؤولين ولا من طرف الرياضيين ومن طرف المحبين باش يدعموا هذه البادره اللي ان شاء الله غادي تكون وغتعطي الاكل ديالها من هنا للامد ان شاء الله البعيد القريب ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع الاخوان، وكنحيي من هذا المنبر لجميع الصحافه الالكترونيه والصحافه اللي في حق الحره النزيهه اللي كتمثل الصحافه الهادفه، وكنتمنى التوفيق لهاد الوليدات ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني باسم يعني كل مكونات اللجنه التقنيه بعصبه الجنوب لكره القدم، ما علينا الا ان نتمين يعني هذا المولود الجديد اللي قدمت عليه يعني جمعيه قدماء شباب بنقرير، وخلقت هذه المدرسه الكرويه لهذه الشريحه او لهذا يعني السني هذه الفئه من العمريه، ما هذا الا غادي يرجع بالنفع ان شاء الله على مستقبل كرة القدم في هذه المدينة، وهذا الشيء ماشي غريب على يعني مدينة بنقرير في هذا في المجال الرياضي، لأنه تنعرف أنه مدينة بنقرير يعني ولادة للطاقة الشابة، لأنه أنا كنعرف يعني تقريبا هذه المنطقة معرفة جيدة بحكم أن مروري يعني على تقريبا واحد على يعني مرتين، وأنا كنكون هناك كنشرف على تدريب ديال فريق شباب بنقرير، ويعني وليت كيتلج الصدر انه لقيت يعني تقريبا دوك اللي هما كانوا في وقت ما كانوا يعني في هذا السن ديال هاد البراعم وهاد الفتيان، ودابا الحمد لله هما اللي كيشرفوا على تدريب هاد البراعم وهاد يعني الاطفال، واظن انه يعني هذه بادره طيبه حسنه، ما علينا الا نتمنوا يعني هذا العمل الجبار اللي نتمنوا انه ان شاء الله غادي يكون يعني احسن خلف لخير سلف ان شاء الله في المستقبل، ويكون هو اللبنه الاساسيه لكره القدم يعني داخل هذه المدينه العزيزه ان شاء الله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبه في هذا اليوم السعيد اللي كنفتتحوا فيه هذا المدرسة ديال قدماء شباب بنقرير، وبصفتي كأب لطفل أشرف الحطاب جتو لهاد المدرسة، وهاد المدرسة أنا عندي فيها واحد الثقة كاملة بأن الناس اللي فيها الأطر اللي فيها كيمتازوا بواحد البارماريس في كرة القدم، وعندهم أخلاق طيبة وأطور زعما بصراحة أطور من خير الأطور اللي كيمتاز بها إقليم الرحامنة في مجال كرة القدم. هاد الناس ديال هاد الجمعية ديال قدماء شباب ابن جرير كنسعاو بأن الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هاد المشروع ديالهم، وبأن جميع الفعاليات ديال مدينة بنقرير تاهي توقف إلى الجانب ديالهم،
وتساعدهم لتحقيق هذا المشتل اللي غادي يحقق المدينة ابن جرير واحد واحد الوصلة كبيرة من اللاعبين اللي غادي تمر كما كانوا هاد اللعابة من قبل. بصفتك مسير سابق في نادي شباب ابن الجرير، هاد العطور كانوا في هاد الوقت كانوا لعابة ديال الفريق، وبهاد المناسبة كنتمنى لهم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، تحية رياضية وتربوية للجميع، الشكر جزيل للجريدة الإلكترونية المغربي اليوم اللي واكبت معنا الافتتاح الاولي ديال مدرسه قدماء شباب بنكرير. الصراحه اللي جبناتها حنا وليداتنا وفرحانين، اوني فيير باش يكونوا وليداتنا مع هاد المدرسه، مع اطر الاصدقاء ديالنا اللي لعبوا معنا الكره، اللي مؤطرين حاصلين على دبلومات. كنوجه كذلك رساله لهاد المؤطرين بان وليداتنا امانه عندهم، يعني لا من حيث التعامل، لا من حيث التربيه، لا من حيث التعامل لا في الشق ديالو الرياضي ولا كذلك في التربوي، بانه يولي واحد العنايه كبيره واهتمام. حنا كنعتبروهم الاباء الثانيين ديالهم. كذلك رساله موجهه للجميع الناس الغيورين على الرياضه في المنطقه بان راه الخير في هاد الوليدات، يعني هما الخلف باش المدينه ان شاء الله يكون عندها واحد الخزان كبير ديال اللاعبين ان شاء الله من هنا لقدام، اللي يمثلوا الفريق الاول ديال المدينه واللي يمثلوا فرق ديال الفرق الوطنيه ان شاء الله. علاش لا؟ لان يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وراه مدينه بنكرير ورحامنا عموما هي منطقه ولاده وخرجوا منها ابطال كبار ولاعبين كبار، ما نساوش لا في جميع الرياضات ماشي غير في كره القدم. وشكر مره اخرى للاخوان الصحفيين على هذه الالتفاته وعلى التغطيه الاعلاميه. شكرا. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.